الندوة النهاردة. بنرحب بيكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والأربعين. ندوات متميزة جدا السنة دي الحقيقة، ويعني مهم جدا كمان مشاركات الإعلاميين في كل مجال في هذه الندوات، لأن هي بتثري الحالة الثقافية في مصر والحوار ما بين المواطن وما بين المثقفين والإعلاميين، ده شيء بيفيد المجتمع المصري. ولذلك ندوة النهاردة تحت عنوان دور الإعلام وتأثيره في تطوير المجتمع المصري. تتابعونا مشاهدينا الكرام على شاشة النيل الثقافية على الهواء مباشرة، وبيكون معانا الأساتذة ضيوف الندوة واللي هيلقوا الندوة علينا النهاردة في الحوار، الأستاذ حسين عبد الغني والأستاذ حافظ المرازي والأستاذ حازم غراب، ومن المفترض أن يكون موجود الأستاذ محمود خليل. فأنا من باب المحاججة بقول لنفسي ولحضراتكم، تعالوا نشتغل أطباء للإعلام وصنعة الإعلام. أنا بقول صنعة مريضة، مريضة بداء عضال، وكلنا فاهمين هذا الكلام كمتخصصين، وأظن حضراتكم أيضا. أول شيء بنتكلم فيه في دراسات الإعلام أو أساتذة الإعلام بيتكلموا فيه، عشان تديني إعلام حر لازم أتكلم عن نمط الملكية. من يملك إعلام مصر في الثلاثين سنة اللي فاتت؟ الدولة، ما كانش الدولة، كانت السلطة. أنا قلت لكم في البداية أنا كنت في السلطة وبقول يا تمادر التوفيق حط الأغنية الفلانية، يا موسى صبري ما تكتبش في الموضوع الفلاني، يا أنيس منصور جالك أمر بالليل من الرئيس اكتب في كذا، في الصباح أمروه ما يكتبش في كذا، تليفونات خربانة رحت له بنفسي وأنا لسه لأن أصغر أعضاء المكتب سناً، ما تكتبش في ده الرئيس قال لي كده، الرئيس قال لك امبارح النهارده غير رايه الى هذه. فالاعلام كان نمط الملكيه للسلطه، والسلطه هوجاء وسلطه عسكريه لا تعرف الا ايه اسمع وادي التحيه وانصرف. المساله انه للاسف الشديد انه محطات الاعلانيه بتشوف فلان ده كان هيعمل برنامج في الحته الفلانيه جمعوا له كذا، احنا لو انت خدته يا فلان يا صاحب المحطه الفلانيه احنا اللي مستعدين ندفع، وغالبا هم ساعات اللي بيدفعوا مش بتاع. لكن انا مش هدخل في التفاصيل ولا اقول لو مصر 25 جابت حد زي الاستاذ معتز مطر ولا وضاقت به زرعا بعدين او غيره عشان حريه الراي او غيره، كان ممكن هتدفع له زي باقي زمايله في مصر 25 ولا بتدفع له عشان ده السوق لما يكون عندك اعلامي وانت بتتنافس بسرعه. بس واستاذ حازم انا بقدره جدا وصديق عزيز، انا مثلا واخد عليه انه 25 يناير تقدمنا القدوه، تقول لنا شوفوا اتعلموا الاعلام في مصر 25. لكن لما الاستاذ حازم يقول انا لن اسمح لواحده غير محجبه انها تطلع في 25 في مصر 25، انا لا يمكن اقبل كده. لاني لما فكرت اعمل محطه الحياه كانت واجب تكون اخباريه، انا قلت لابد تكون في محجبات حين كان لم تكن هناك محجبات، لابد يكون في حد من أسوان يكون موجود، لابد في حد مسيحي واسمه واضح أنه مسيحي في هذه المحطة عشان بتعبر عن مصر. لكن لما أقول أنه أنا أسمح بمسيحية ومسيحي في 25 بس ما أسمحش بغير محجبة، أنا بعتبر أنه لا يختلف عن صفوة الشريف أو الفئة اللي قال لن أسمح بمحجبة. الذي ساهم هو تراكم النقد والمنابر التي وفرت. أنا مرة كان الأستاذ صلاح عيسى ربنا يديله الصحة وده يسار عشان ما حدش يقول يعني، مرة كان بينتقد قناة الجزيرة وأنا قلت له من حق أن تنتقدها كما تشاء، بس عايز أذكرك يا أستاذ صلاح أنك كنت الآن تخرج في التلفزيون مسبير، وده كان في الآخر 3-4 سنين في عهد مبارك. أنت زمان قبل الجزيرة كنت تخاف تمشي جنب مسبيره، لكن لأن الجزيرة كانت فتحت وقتها. عايز أقول النقد الذي خرج على الجزيرة وفضح فساد نظام مبارك في العبارة وفي قطر الصعيد وفي قطر أليوب وفي الدويقة وفي قلعة الكبش وغيره 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 والاحتجاجات، ما هو ده كان كلام الشباب اللي طلع في كفاية وفي 6 أبريل 2008، مش كل ده كان كلام. يعني الحقيقة ان احنا نقول عليه مطحنة كلام، وهي في الحقيقة في فكرة عند اخواننا في جماعة الاخوان المسلمين، هم دايما عندهم اعتقاد انه التيارات التي لا تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين هي مجموعة من المتحدثين الثرثارين على مقاهي وسط البلد أو ذات التطوير اللي حصل، نخبة تتنقل بين فضائية وأخرى، وهم الوحيدون الذين يعملون على الأرض. بناء مصر بالذات
بوابة المغرب ومفتاح السودان ورد الشام وعز الدنيا وإيوان الإسلام، هذا يوجب أن نرتفع إلى ما توافق عليه فقهاؤنا فيما يسمى واجب الوقت. واجب الوقت يفرض علينا تأجيل ما اختلفنا عليه وتقديم ما اتفقنا حوله، ليعن بعضنا بعضاً فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا عليه. الفترة الحاسمة والحاكمة التي تمر علينا وتمر بنا الآن توجب وتفرض على كل العقلاء والنبلاء والثوار أن يؤجلوا أي أمور حتى ولو كانت من باب الوجاهة أو حتى ولو كانت من باب الرأي الذي تفرد به الثقة، فإنه أيضاً استمداداً من الأصول، والأصول دائماً حاكمة، أن الفرد أو الشذوذ لا يحتج ولا يعتد به ولو تفرد به الثقة.